وكان سعيكم مشكورا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عما يغنيه في الدنيا والآخرة، فقال: يا رسول الله، أريد أن أكون أغنى الناس. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كن قانعا تكن أغنى الناس. فسأله الرجل: يا رسول الله، أريد أن أكون أعدل الناس. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله تكن أعدل الناس. فسأله الرجل: يا رسول الله، أي حسنة أعظم عند الله تعالى يوم القيامة؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق وصرة الرحم. ولما سأله عن السيئة فقال الحبيب المصطفى: سوء الخلق والشح المطاع. فلما سأله الرجل عن الإحسان فقال الحبيب المصطفى: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك، تكن من المحسنين. خالص واجب العزاء مرة أخرى إلى معالي المستشار المؤدب محمد عبد الكريم وأشقائه الأستاذ حسن عبد الكريم والأستاذ حسين عبد الكريم وأفراد العائلة الكريمة وأهل هذا البلد الطيب أهله. أيها الإخوة الأحباب، نواصل عطاء في رحلة القرآن الكريم ونتجه إلى مائدة القرآن الكريم. القرآن الكريم الذي نزل على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اللقاء الآن مع قيصر النغم صاحب الأداء المتميز في الحكم والنغم والصوت، القارئ الإذاعي الكبير الذي نشرف به أنه من أبناء محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، يتفضل مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد. بسم الله الرحمن لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون
لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله وصدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله الذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله أرسل رسوله بالهدى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره محمد رسول الله محمد رسول الله
محمد رسول الله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء من الله يا رب.
محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ بهم الكفار
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله بسم الله الرحمن واتقوا الله واتقوا الله إن الله سميع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا واتقوا الله إن الله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم
رسوله واتقوا واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا فاسق بنبأ فتبينوا أتبينوا أن تصيبوا
أكم فاسق بنبأ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا فتثبتوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما
فضلا من الله ونعما فضلا من الله ونعما فضلا من الله ونعما والله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هكذا إخوة الإيمان والإسلام فقد عشنا واستمعنا واستمتعنا بآيات بينات من ذكر الله الحكيم تلاها علينا القارئ الإذاعي الكبير اللامع المعروف والمقيم ببهنباي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن شاكرا كل السادة الحضور الذين حضروا إلى هنا مشاركة منهم في تقديم خالص واجب العزاء أشكر كل القرى المجاورة أهلي وأحبابي ببنيوس أشكر كل القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال القانون الذين حضروا إلى هنا مشاركة منهم في تقديم خالص واجب العزاء إلى أسرة الراحلة الكريمة معالي المستشار محمد عبد الكريم وأخيه الأستاذ حسن عبد الكريم والأستاذ حسين عبد الكريم وعم الحج السيد وأهل هذا البلد الطيب أهله داعينا المولى تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته أشكر أيضا قصور الفراشة في هذه الليلة وأشغال الإنارة المتميزة والهندسة الصوتية المصنفة الحج حلمي عبد الدايم تحت إدارة محمد أبو حلمي بميت زافر الليلة تصوير وإخراج عميد المصورين على مستوى مصر المهندس ناصر صلاح شارع وادي النيل واجب الضيافة المتر السيد سعيد كفر الحمام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا أيها الإخوة